تشرفنا بدعوة كريمة لجمهورية الجزائر والسلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته بعقد اجتماعات اللجنة التنفيذية لاتحاد هيئات مكافحة الفساد الأفريقية. الحقيقة زي ما معالي الوزيرة تكرمت وتفضلت، كلنا في القارة الأفريقية رغم يعني الخصوصية لكل دولة إلا أننا نشترك في نفس الهموم المتعلقة بالفساد والمكافحة. الحقيقة نعاني في مجالات كثيرة جدا تؤثر على تنمية القارة بالرغم من غنى القارة الشديد بمواردها. الموضوع يحتاج فاعلية في المكافحة ووقاية من الفساد، ويحتاج تبادل للخبرات وتبادل لأفضل الممارسات في هذا المجال. بتهيأ لنا دعوة جمهورية الجزائر الشقيقة ان احنا نجتمع ونتبادل الخبرات والحوارات، وان شاء الله بإذن الله يعني لما فيه خير القارة الأفريقية. أكرر شكري لدعوة الجزائر الكريمة، وهو ليس بالمستغرب على كرم الجزائر وأهلها، وأبلغكم تحيات الشعب المصري كله، وإن شاء الله كده نلتقي دايما يا فندم في مناسبات فضية. الحقيقة هي تجربة رائدة فعلا، والاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد وما تم عرضه اليوم لدولة الجزائر هي خطوة أساسية في خطوات مستمرة ومتكررة ومتدرجة للمجال الوقاية من الفساد ومكافحته. وهي من أهم الأهداف هو اشتراك المجتمع بالكامل في الوقاية من الفساد ومكافحته. الموضوع ليس مجرد جهاز هو المسؤول عن عبء الوقاية من الفساد ومكافحته، إنما هو جهد مجتمعي ولكافة المؤسسات في المجتمع والأفراد.